السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول حصه عندنا في البيولوجي في الاحياء، وهي اسمها كيميكال ستراكشر اوف ليفينج اورجانيزم، يعني التركيب الكيميائي لجسم الكائن الحي بشكل عام. ما قالش الانسان وما قالش الحيوان، لا ليفينج اورجانيزم، ما حددش حاجه بعينها بس قال الكائن الحي. طيب احنا متفقين ان الانسان بيتكون من مجموعه من الاجهزه، على سبيل المثال الانسان جواه الجهاز الهضمي اللي بتتم خلاله عملية الهضم بتاع الغذاء اللي الواحد بيبدأ ياكله. طيب عندنا الجهاز التنفسي، وهي عملية الشهيق والزفير اللي بتتم خلال الرئتين في جسم الكائن الحي، وغيرها من الأجهزة، الجهاز العصبي، الجهاز الحركي، الجهاز التناسلي، كل دي مجموعة من الأجهزة ربنا خلقها لنا. طيب يبقى أنا عندي في جسم الإنسان في الهيومن بودي حاجة اسمها جروب اوف سيستمز، يعني مجموعه من الايه؟ من السيستمز، مجموعه من الاجهزه. طيب جوه كل جهاز في اعضاء، يعني جهاز الهضم اللي لسه قايلين عليه اللي هو الدايجستيف سيستم، جواه حاجه زي الاستومك، زي الاسوفيجاس، كل دي مجموعه من الاورجانز، مجموعه من الاعضاء اللي موجوده جوه الكائن الحي. طيب كل جوه عضو في نسيج، دي اللي هي اسمها التيشوز. يبقى انا النسيج العضلي او النسيج بتاع الخلايا المكونه للاورجان اسمها تيشوز. يبقى تاني الهيومن بودي بتتكون من سيستمز، والسيستم الاقل منها الاورجانز، واللي اقل من الاورجانز هي التيشوز اللي هي الانسجه بتاعتنا. ونيجي لابسط حاجه بتكون جسم الانسان، وهي السل، هي الخليه. يعني انت لو انت ماسك قلم جاف ونقطت نقطه كده على ايدك، تعتبر السل ابسط كمان من النقطه اللي على ايدك. طيب نيجي لنقطة تانية، بيقول لك the living cell consists of two types of molecules. يعني أنا عندي الخلية بتاعت جسم الكائن الحي بتنقسم لنوعين، أول نوع اسمه organic compound، تاني نوع اسمه inorganic compound، وهنفهم بالتفصيل الأمثلة على الأورجانيك والأمثلة على الإنأورجانيك، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. طيب من النهارده وطالع لغايه ثالثه سنه، وان شاء الله اي حاجه فيها كلمه اورجانيك لازم نبقى عارفين ان هي فيها كربون وهيدروجين. فالاورجانيك كومباوندز هنا such as biological macro molecules، يعني مثال عليها البيولوجيكال ماكرو مولكيولز، يعني الجزيئات البيولوجيه الكبيره. طب مستر يعني ايه كلمه ماكرو؟ من النهاردة وطالع لما تلاقي كلمة ماكرو معناها لارج، معناها كبير، معناها الحجم بتاع الموليكيول نفسه كبير، تمام. لكن لما تلاقي كلمة مايكرو، مايكرو مايكرو، يعني بص أنا كررت ثلاث مرات، معناها إن الجزء دوت صغير، حجمه صغير، يعني بتعادل كلمة سمول، عشان لو غير لك في الشكل بس في الاختيارات. طيب نيجي بقى للأمثلة بتاعت الإن أورجانيك كومباوندز. اشهر مثال هو الميه والمينرال سولت اللي هو ال NaCl اللي هو الملح بتاع البيت، تمام كده. طيب انا عندي هنا كومبير مهمه جدا ما بين الاورجانيك كومباوندز والان اورجانيك كومباوندز. احنا اتكلمنا بصوره سريعه جدا لما قلنا ان احنا عندنا تو تايبس اوف مولكيولز. نيجي بقى في الكومبير. اول حاجه الاورجانيك كومباوندز اتفقنا ان هي ماكرو مولكيولز، يعني لارج مولكيولز، يبقى زي ار لارج مولكيولز، دي اول نقطه. تاني نقطه في الاورجانيك، زي مينلي كونتين كربون اند هيدروجين. اتفقت معاك ان اي كلمه فيها اورجانيك بتتكون من كربون وهيدروجين، كربون وهيدروجين. تالت نقطه، زي ماي كونتين اذر اليمنتس، يعني مش لازم كربون وهيدروجين بس، هو الاساس كربون وهيدروجين، يعني لكنه اقدر ازود عناصر ثانيه، اقدر ازود اليمنتس ثانيه زي الاكسجين وزي النيتروجين، زي الاكسجين وزي النيتروجين، تمام. اخر نقطه يولي زي ار كود بيولوجيكال ماكرو مولكيولز اللي هو العنوان اللي كان لسه قايله فوق، تمام كده. اشهر الامثله على الاورجانيك كومباوندز هي خمس دروس او اربع دروس موجودين هنا، هنبدا نتكلم على كل نقطه فيهم في درس لوحده، في فيديو لوحده. اول حاجه الكربوهيدرات، وهنتكلم يعني ايه كربوهيدرات والامثله واهميتها، ايه هي الامبورتنس، ايه هو الديفينيشنز، ايه هي التايبز بتاعت الكربوهيدرات، اللايبيدز، البروتينز، والنيوكليك اسيد. كل واحده من دول هنبدا نناقش كل التفاصيل المتعلقه بيها، وكل واحده من دول لما نيجي نراجع سواء في المذكره او في الكتاب هنلاقيه درس مستقل عن الدرس اللي بعده، تمام. طيب نيجي للكومبير في الجزء بتاع الان اورجانيك. قال لي they are molecules that don't contain
كربون، يعني الانورجانيك ما فيهاش الكربون، ما فيهاش الكربون، لكن الاورجانيك فيها كربون وهيدروجين. طيب نيجي بقى للاكزامبلز بتاعت الانورجانيك. قال لي اشهر مثالين اللي سائلين عليهم هو الووتر ال H2O والمينرال سولز اللي هي الاملاح المعدنيه زي ال NaCl. تمام، نيجي الاول ديفينيشن عندي، واللي هو بيقول لي ايه هي البيولوجيكال ماكرو موليكيولز، ايه هي الجزيئات البيولوجيه الكبيره. طيب قال لي they are large sized، اتفقنا ان كلمه ماكرو معناها large sized، يعني الحجم بتاع الجزيئات ده كبير. formed by smaller molecules، smaller molecules يعني كان معايا جزيئات كتير صغيره، كان معايا small molecules اتحدوا مع بعض، ارتبطوا مع بعض، عملوا combination، عملوا combined. تمام، اتحدوا مع بعض، ارتبطوا يعني together مع بعض through عملية اسمها polymerization process. وخد بالك اللي انا كاتبها باللون الغامق عشان الكلمة دي اهم كلمة موجودة عندك في البيولوجي، وان شاء الله كمان في الكيمستري في ثالثة ثانوي ربنا معاكم ان شاء الله فيها ويكرمكم، وان شاء الله هنظبط لكم فيديوهات في السلسلة الجاية بتاعتنا لثالثة ثانوي. تمام، يبقى كلمة بوليمرايزيشن بروسيس دي كلمة مهمة، عملية اسمها عملية البلمرة. طيب من خلال عملية البوليمرايزيشن دي اتفقنا ان عندي السمولر مولكيولز اتحولت بقت لارج مولكيول. ما انت من التعريف بيقول لك ايه اللارج بقى لارج ازاي، ان انا عندي سمولر مولكيولز كومبايند توجذر، يعني كان معايا سمولر مولكيولز كتير اتحدوا مع بعض عن طريق بروسيس اسمها البوليمرايزيشن بروسيس.